مشاهدينا الكرام مساء الخير، اهلا بكم معنا في قناة الصحة والجمال، برنامج نقطتين وبس. الحقيقة انا حابب اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، الشعب المصري كله بخير وسلام، الأمة الإسلامية كلها كل سنة وانتم طيبين. وقبل ما ابدا الحديث انا بشكر اعلام المصريين، بشكر قناة الصحة والجمال على الثقة الغالية في ان احنا نقدر نتواصل معكم من جديد، واتمنى ان البرنامج بتاعنا بعد كده يحوز اعجابكم. احنا النهاردة فضلنا ان احنا نطلع نقول لكم كل سنة وانتم طيبين ونوضح لكم فكرة البرنامج ايه. ان شاء الله نبقى معاكم من اول الجمعة الجاية، كل يوم جمعة سهرة. انا بشكر فريق الاعداد وبشكر فريق الاستوديو، الناس كلها اللي تعاونت معانا. الحقيقة يعني احنا مش قادرين نوفي جمايلهم، وبقول لهم متشكرين وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة قناة الصحة والجمال ده اسم جميل جدا، اسم الصحة والجمال. احنا كل المحاور بتاعتنا هتبقى عن الصحة والجمال، رغم ان انا بفضل ان انا يعني اعيش مع حضراتكم برامج التوك شو، نحل مشاكل الشعب المصري، نتواجد معاكم في كل الاونة وفي ظهر اي حد محتاج انه يوصل صوته لاي مسؤول موجود في جمهورية مصر العربية. بداية الحديث مع حضراتكم انا عايز اتكلم عن موضوع الصحة والجمال. الصحة والجمال هنهتم بالصحة ونهتم بجمال الأخلاق اللي هو مش متواجد حاليا أو بيندر وجوده. الحقيقة أن مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة حاليا أنا شايف أن هي أحد الأسباب لأن احنا ما بنستخدمها صح، في وقوع ناس كتير ووقوع بيوت كتير والآخر. سريعا كده، السيدة بتبقى نازلة بتنزل على الموقع بتاعها بتاع الفيسبوك، أنا رايحة الحتة الفلانية، أنا جوزي جاب لي هدية، أنا عيد ميلادي النهاردة وجوزي مش عارف إيه، أنا وهو ينزل أنا وأولادي في النادي. أنا عايز أقول لحضراتكم إن سيدنا يوسف هو نبي من الأنبياء، والده كان نبي، لما قص رؤيته على أبوه قال له ما تقولهاش لإخواتك ليكيدون لك كيدا. ده معنى إيه؟ ان احنا حضرتك لما نتستر او نبقى ساترين نفسنا في بيوتنا، احنا عايزين نستر نفسنا في بيوتنا شوية، ما نبقاش احنا منفتحين كلنا على بعض كده. يعني الحسد موجود والعين موجودة، احنا عايزين نحافظ على بيوتنا وعلى دواخلنا وعلى الكلام ده، من غير احنا ممكن نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في ان احنا نعيد على بعض، نهني بعض، ننزل حاجات إنما عشان بيوتنا وعشان الحاجات الدواخل اللي جوه بيوتنا وننزلها على المواقع التواصل الاجتماعي الناس كلها تشوفها، اعتقد ان ده كان سبب في الاونه الاخيره من هدم بيوت كتيره. احنا عايزين نستر على بيوتنا شويه، وان شاء الله نتكلم في الموضوع ده مع ضيوف كتير في الحلقات اللي جايه، ربنا يقدرنا نقدر نوصل المعلومه. واعتقد ان في ناس كتير جدا متفقين معايا لو داخليا في اللي انا بتكلم عليه. الحاجة المهمة اللي أنا عايز أبدأ بيها الحلقة، أنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا موجود عندنا في جمهورية مصر العربية أو في مصر بالذات مستشفى زي مستشفى 57 للأطفال لعلاج السرطان للأطفال. الحقيقة إحنا كنا نسمع وفي بعض الناس كانت بتتفرج على الإعلام بتاع المستشفى، لكن أنا لما دخلت جوه المستشفى وتغلغلت جوه الأجواء بتاعتها لقيت إن إحنا عندنا صرح عظيم لازم كلنا نهتم بيه. لقيت إن إحنا عندنا في أطفال كتير جدا محتاجة مساعدتنا. المستشفى بصراحة أنتم يمكن حضراتكم شايفين بعض الفيديوهات اللي إحنا قدرنا إن إحنا فريق الإعداد متشكرين جدا إن هم الأستاذ تامر منير إن هو يقدر يصوروا. ناس كتير جدا بتتعالج جوه المستشفى على نفقة الدولة، المستشفى ما بتكلفكش ولا جنيه. الاهتمام الطبي الرائع اللي انا بشكر عليه دكتور شريف والدكتور هاني اللي هم القائمين على الاداره وكل فريق التمريض وحتى الكير سيرفيس، حتى انت تحس ان انت داخل مستشفى اوروبي في التعامل الطبي اولا، والابتسامه الجميله اللي يعني بيتحلوا بها جميع الاطباء وهيئه التمريض، فانا بشكرهم. وعايز يعني عايز اتكلم في الموضوع ده كتير 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 عشان الناس تعرف قد ايه المستشفى دي شايل عبء كبير ومحتاجه مننا ان احنا نحط ايدينا دايما معاهم وفي ظهرهم.
اطفال كتير جدا يمكن ساعات بتولدوا بالمرض اللعين ده، اهالي كتير بتفاجئ ان ابنه الصغير عنده المرض اللعين في اي مكان. المستشفى بتعالج كل ما ينتج عن مرض السرطان بحرفية شديدة، اطباء في منتهى الحرفية، فريق تمريض في منتهى الحرفية، فريق نظافة برضو في منتهى الحرفية. انا لو قعدت اتكلم عن مستشفى 57 هقعد اتكلم عليه يمكن اكتر من حلقتين ثلاثة. المستشفى يمكن من الساعة 7 صباحا تبدأ تستقبل جموع الشعب اللي جايين من اكتر من محافظة، عاملين دور ضيافة للناس اللي هي يعني بيجي عليه الليل، مثلا يكون عنده جلسة كيماوي، عنده شعاع، عنده حاجة وما قدرش يلحق مواصلاته او الكلام ده، عاملين دور ضيافة مجانية وسيارات مجانية بتنقل الناس، عاملين استراحات كويسة جدا، اهتمام شديد بالأهالي اللي هم مرافقين للأطفال. مستشفى 57 دي يا جماعة حاجة عظيمة، وأنا بشكرهم لأن أنا شخصيا عصرتهم الفترة اللي فاتت لحالة ما شخصية يعني. فأتمنى إن الناس كلها تعرف وتقف جنب مستشفى 57. وعايز أوضح إن بعض المواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإعلاميين قالوا إن مستشفى 57 بعد التفجيرات بتاعت معهد الأورام ما رضوش يستقبلوا حالات. الكلام ده مش مظبوط، أنا كنت موجود في اليوم ده، المستشفى استقبلت حالات وفضلت مع الحالة لحد ما اتحولت لمستشفيات تانية. فأنا بشكر القائمين الفريق الطبي والفريق الإداري على العمل في مستشفى 57، بشكرهم وبوجه لهم تحية مني وتحية من كل أهالي المرضى والأطفال اللي موجودين في 57، وندعو ليهم بالشفاء. وكل سنة وهم طيبين. بعد الفاصل لنا لقاءات ومفاجآت. رجعنا لحضراتكم تاني واهلا بيكم معانا، معلش مسهرينكم. احنا النهارده عندنا اكتر من حد عايز يقول للشعب المصري كل سنه وانتم طيبين، لكن انا هبدا بفقره التعليم. احنا كلنا داخلين مدارس وكل سنه وانتم طيبين. في تطوير في التعليم بالنسبه للمدارس الابتدائيه والثانويه والاعداديه والثانويه. هيكون معانا الاستاذ محمد عبد التواب مدير عام التعليم بالقاهرة عشان يقول لنا أو نحاوره في بعض المحاور اللي هتريح أولياء الأمور نوعا ما بالنسبة لموضوع التعليم. لكن قبل ما أبقى مع الأستاذ محمد عبد التواب، أنا بحب على الهواء أشكر الدكتور يحيى حسين، ده مدير عام تعليم، مدير عام النزهة، منطقة النزهة التعليمية، لأن احنا بعتنا له حالة من البرنامج وتلقاها بصدر رحب وحلها، واحنا بنشكرك يا دكتور حسين وان شاء الله يبقى لينا لقاء معاك. دكتور محمد عبد التواب معانا على الهواء. معاك يا فندم، واهلا وسهلا بيكم الساده المشاهدين. استاذ محمد مساء الخير، كل سنه وانت طيب. وانا بس احب اقول للساده المشاهدين مجهودات حضرتك في اسراء وبناء التعليم في القاهره، وكنا عايزين نسال حضرتك على اهميه تطوير التعليم الابتدائي والدمج وموقف التعليم في القاهره. الناس عايزه تفهم الموضوع ده ازاي يعني. اشكرك يا فندم وكل سنه وحضرتك والساده المشاهدين بخير. عمليه التطوير في التعليم دي عمليه تعد انها ملحمه، بعد ان اطلق فخامه رئيس الجمهوريه ان عام 2019 هو عام التعليم في مصر والجميع جنود مجنده لكي يحققوا هذا الانجاز العظيم. عمليه التعليم عندنا وتطوير التعليم بيشمل الصف الاول الابتدائي ورياض الاطفال كي جي 1 وكي جي 2 والصف الاول الثانوي. الحمد لله الصف الاول الثانوي في تطويره عايزين نفصل ما بين التابلت كاداه وسيله تعليميه وبينها
وان تطوير التعليم، يعني تطوير التعليم هو تطوير شامل في المناهج، شامل في موضوعات كثيره جدا جدا، بيخلي الطالب يقوم على الفهم وليس الحفظ والتلقين. بعد ما الطالب ده بينجح بيحتاج دورات تدريبيه وما الى ذلك، علشان او بيدرس حاجه بعيده تماما عن الواقع بتاعه، ده كله هو التطوير. انما موضوع التابلت ده اداه من الادوات اللي كانت موجوده، هذه الاداه ممكن يستذكر عليها دروسه، ممكن يراجع عليها دروسه، بيساعده جدا في تحصيل المجموعه والمعلومه. استاذ محمد، هو حضرتك يعني مدير عام التعليم بالقاهره، هل حضرتك الكلام ده للجمهوريه كلها ولا الكلام ده للقاهره فقط؟ انا بتحدث عن التطوير التعليم ككل، اللي هو ككل تحدث عنه معالي وزير التربيه والتعليم، والتطوير ده خاص بجمهوريه مصر العربيه. تمام. طب حضرتك كان في حاجه مهمه جدا، هل المعلم والطالب هيتم له اعداد عشان يقدر يستقبل الموضوع ده؟ احنا بالفعل من خلال مشروع رياسي ومشروع المعلمون اولا، المشروع ده مستهدف تدريب معلمي الصفوف اللي هي فيها التطوير اللي موجود، على اساس ان مع بدايه الدراسه يتم جميع معلمي الصفوف اولى ثانوي ورياض الاطفال وكي جي 1 واولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، كل المعلمين دول يتم تدريبهم على الاستراتيجيات الحديثه في التطوير، وان مع بدايه الدراسه ان شاء الله يكون جميع المعلمين مؤهلين تماما، لانهم يستخدموا دليل المعلم اللي هو خاص برضه بتطوير المناهج اللي مستلمين. استاذ محمد، انا عايز حضرتك توجه كلمه للمعلمين وللطلبه والاولياء الامور سريعا كده. استاذ محمد، معاك يا فندم. عايزين نوجه كلمه من حضرتك بصفتك المتحدث الرسمي لتعليم القاهره لاولياء الامور وللطلبه وللمعلمين. انا يعني كلماتي لابنائي وبناتي الطلبه والطالبات، التطوير ده مهم جدا، التطوير ده هينقلك من الحفظ والتلقين، التطوير هيحارب الدروس الخصوصيه، التطوير هيخلي نكتشف من عندنا المواهب الجميله العاليه، المواهب اللي نقدر نخترع ونطلع من عندنا ذويل اخر وما الى ذلك، ده في التطوير. ابنائي وبناتي الطلبه، ارجوكم الحاجه اللي موجوده دي كلها دي عشان مصلحتكم وعشان انتوا هنقدر نبني مصر من خلال حضراتكم. كلمتي بالنسبه للمعلمين، عايزين نستثمر هذا الجهد اللي موجود ونستثمره في اننا نستثمر اولادنا في التعليم، عايزين عندنا الضابط والمحامي والمهندس وما الى ذلك من هذه المواهب وهذه الاشياء الجميله جدا، ان احنا يتخرج من عندنا هذه المهارات. بالنسبه لاولياء الامور، فانا بقول لهم لاولياء الامور انك لا تجد وراء الاشاعات، خذ المعلومه من مصدرها وهي من وزاره التربيه والتعليم، كلنا جنود مجنده عشان نبني هذه البلد، فساعدنا لبناء هذه البلد وتحيا مصر. استاذ محمد، احنا عايزين ناخد وعد من حضرتك على الهوا ان احنا كقناه الصحه والجمال نبقى نافذه لحل اي مشكله لولي امر يكون له مشكله في وزاره التربيه والتعليم. انا تحت امركم يا فندم، وده شرف ليا وان شاء الله حاضر. انا بشكرك يا استاذ محمد، وكل سنه وحضرتك طيب، ويعني عيد سعيد عليك وعلى الامه الاسلاميه وعلى وزاره التعليم كلها، وتحياتي يا فندم. شكرا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا. اتفضل يا فندم. الحقيقه والاستاذ محمد اتكلم كلام جميل جدا، لكن انا عايز اقول لحضراتكم ان الناس اللي السنه دي الثانويه العامه في ناس جابت 97 و96 وكده، ما عرفتش يروحوا في مكان. وفوجئت في صديق ليا، يمكن بنته كانت طالعه من اوائل كليه صيدله، وحبينا نكلم صديق تاني على اساس ان هو ياخدها عنده في تشتغل معاه في مصنع ادويه. فوجئنا بان صاحب مصنع الادويه اللي هو الصديق ده، واتكلم كلام منطقي، قال ان انا ما اقدرش ان انا يعني اعينها، انا محتاج ناس فنيين. معنى كده ان الفترة اللي جاية هيبقى فيه اهتمام بالتعليم الفني، وعشان يبقى له مكان، لان فوجئت ان في ناس كتير جدا صيادلة ودكاترة والاخره، وكليات كتير وناس متخرجة وقاعدة في بيوتها. ده موضوع احنا نناقشه ان شاء الله في الحلقات اللي جاية عشان نقدر ان احنا نحل المشكلة دي مع الدولة. يعني
احنا هنتكلم عن محافظة القاهرة وعن ما حدث في محافظة القاهرة، ومعانا في المستشار خالد مصطفى. المستشار خالد مصطفى ده المستشار الإعلامي لمحافظة القاهرة، لأن احنا عندنا جالنا أكتر من حاجة في محافظة القاهرة. في أحد الناس كلمني وعنده مشكلة في موضوع المقابر ومعرفش يدخل المحافظة، فإحنا طبعا عايزين نستبصر هذا الموضوع من المستشار خالد، وفي نفس الوقت هو كان حابب يقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين. المستشار خالد معانا على التليفون. حقيقة احنا معانا فريق إعداد محترم، والمستشار خالد ده يعني هو صديق وحبيب الإعلاميين، وحد لما حد بيخش له سواء إعلامي أو غيره بيحاول إن هو يحل له مشكلته على أكمل وجه. أنا اتصل بيا صديق اسمه ناصر الكردي، وهنتصل عليه بعد المستشار خالد. كان عنده مشكلة في تقريبا مقابر بتاعتهم أو حاجة بتشرف عليها محافظة القاهرة، ولما حاول ان هو يقابل حد في المحافظه ما عرفش واتجه لينا احنا. فاحنا برضو الحاجات دي كلها بنحاول ان احنا يعني نكون نافذه للناس، ان هم يوصلوا اللي هم عايزينه للساده المسؤولين. محافظه القاهره يعني هي محافظه كبيره، يعني بتخدم جموع كبيره من الشعب، وفي ناس كتير جدا ليها مشاكل كتير جدا بقى في الطرق وفي المجاري وفي والصرف الصحي والحاجات دي كلها. فاحنا برضو من خلال النافذة بتاعتنا الصحة والجمال في الحلقات الجاية هنحاول ان احنا نوصل للسادة المسؤولين الناس اللي هم ليهم مشاكل. عموما بقى قبل ما المستشار خالد يرد علينا، معانا في المواطن ناصر ده من عين شمس، ومشكلة المقابر هنسمعها منه عشان نقدر نحن نوصلها للسادة المسؤولين. معانا الأخ ناصر على التليفون. احنا عبال ما نوصل للأخ ناصر احنا عايزين نقول للناس ان قناة الصحة والجمال او البرنامج بتاعنا نقطتين وبس، ده هيبقى نافذة لحضرتك او لحضرتك علشان تقدر توصل صوتك للسادة المسؤولين. الحلقات اللي جاية هيبقى معانا أطباء وأطباء في الأعشاب، هيبقى معانا خبراء تجميل، هيبقى معانا خبراء في الرياضة. اللي حابب يتصل علينا هننزل دلوقتي أرقام القناة عشان احنا إن شاء الله نتواصل مع حضراتكم من الجمعة اللي بعد العيد على طول، وهيبقى سهرة طويلة معاكم. بنحاول دايما نرسم ابتسامة على وجوه الناس اللي هم بيلجأوا لنا في القناة. المواطن ناصر الكردي معنا. الحاج ناصر مساء الخير. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب، واحنا سعداء باتصالك بالبرنامج. وسريعا كده قول لنا مشكلتك ايه بتاعت المقابر. والله الموضوع ان كان لينا مقابر للعيلة عندنا، فالورق بتاع المقابر ده كان مع الأبهات والجدود ضاع، فقالوا لنا لازم تروح إدارة الجبانات عشان خاطر نطلع مستخرج للورق، لأن في زي ما أنت بقى يمكن حضرتك عارف الكلام دوت، في حاجة اسمها المافيا بتاعت المقابر والأراضي والكلام ده. تمام. فطبعا في تواطؤ مع الترابيه اللي ماسكين المقابر ديت، وفي بقى لعب في الاوراق وفي المقابر، وبيبيعوا وبيشتروا مع بعضيهم كده. طالما انت حضرتك مالكش سند او ما معكش ورقه بتثبت انت بس بالاسم، مثلا ان ايه سياده المستشار محمد زغله دي المقابر بتاعت العيله، بس ما معكش ورق يبقى خلاص مش مهم تموت كده يعني. طب ايه طلب حضرتك يا استاذ ناصر عشان نقدر نوصله من خلال البرنامج؟ يعني حضرتك احنا ما صدقنا ان يعني ايه في حد، ان ربنا كرمنا بحد زي حضرتك، ان انت بس تشوف لنا المسؤولين عن الموضوع ده، ان يا ريت يعني يبحثوا معانا، هيلاقوا في قلب الخرايط القديمه الورق بتاع الجدود باسامي العيله عندنا، وهيطلعوا لنا الخريطه والورق والمقابر معروفه ومعلومه مكانها، يعني هم اكيد عارفينها.
تمام ان شاء الله استاذ ناصر هنوصل صوتك للمسؤولين، وان شاء الله احنا من البرنامج من خلال فريق الاعداد والمتابعه هنتابع الموضوع بتاعك، وهتطلع معانا حلقه ان شاء الله تقول ان موضوعك كان ربنا جعلنا سبب ان احنا نحلله لك. متشكرين جدا، كل سنه وانت طيب. هيبقى معانا الاستاذ نبيل الديب رئيس مجلس اداره جمعيه ارادتي للمعوقين، وانتم عارفين حضراتكم ان سياده الرئيس مهتم بموضوع المعوقين. الناس ما تعرفش ان جمعيه ارادتي دي فيها 650 الف معوق. الحقيقه الاستاذ نبيل هيقول لنا على الجديد ايه، والجمعيه دي بتفيد المعوقين في ايه، والمفروض احنا كشعب او كاعلام نقدر نفيد المعوقين بايه بالظبط. استاذ نبيل معانا على التليفون. الحقيقه جمعيه ارادتي دي جمعيه فيها اعداد كبيره جدا من المعوقين. المعوقين دول المفترض ان هم يعيشوا في وسطينا حياه كريمه، واعتقد ان الدوله بتحاول ان هي توفر الحياه الكريمه دي لبعض الناس منهم، ومن خلال الجمعيات اللي هي بترعاهم زي جمعيه ارادتي. الحقيقه جمعيه ارادتي دي جمعيه قديمه جدا، وعملت يمكن حاجات كتير للمعوقين، يعني يمكن احنا ما نعرفش عنها حاجه لانها بتتعمل كلها في بدون اعلام يعني. فعشان كده احنا فضلنا ان احنا في الاعلام نحاول ان احنا نلقي الضوء على جمعيه ارادتي. طيب هو اما نتواصل مع الاستاذ نبيل، احب اقول لحضراتكم ان في مشكلة جات لنا من أحد الناس في السيدة زينب. حي السيدة زينب حي كبير وحي عريق، وكان ماسكه رئيس الحي السابق حسام رأفت، وجي رئيس حي جديد. الناس قعدوا بيحاربوا مع الأستاذ حسام رأفت ده لمدة 3 سنين عشان يقدر يوصل لحقه. طيب أنا هقول لكم المشكلة دي، بس نرجع للأستاذ نبيل معانا على الهوا. استاذ نبيل مساء الخير، كل سنه وانت طيب. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى القناه المحترمه وعلى كل جمهورك ومشاهدينك الكرام. اشكرك، كل سنه وحضرتك طيب. سريعا كده استاذ نبيل، جمعيه ارادتي 650 الف معوق، وانا عايز الناس تعرف جمعيه ارادتي وايه اللي مطلوب وايه اللي الرئيس قاله وايه اللي احنا عملناه كده يعني. الحقيقه يا فندم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما مشكورا تكرم واعلن عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصه، كانت مبادره طيبه من السيد رئيس الجمهوريه. دي ادت لنتائج طيبه كويسه على الصعيد النظري، ان صدر القانون 10 لسنه 2018 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه. تفعيله الحقيقه ان الرئيس ادى توجيهات وصدور القانون، الا ان صغار المرؤوسين بيعطلوا المجهود اللي بيعمله الرئيس. الدليل ان كان حضرتك اللائحه التنفيذيه للقانون اللي هي التنفيذ اليات تنفيذ القانون بشكل عملي اتاخرت لمده 11 شهر على ما صدرت اللائحه التنفيذيه. اللي احنا بنناشد فيه من خلال، عشان ما اطولش واخد وقت برنامج حضرتك، الرساله بوجهها من خلال برنامج حضرتك معايا يا استاذ محمد. معاك، سامعك يا استاذ نبيل. الرسالة اللي بنوجهها ان القانون تضمن استحداث بطاقة موحدة لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية. تمام. دي تبقى زي بطاقة ممغنطة زي بطاقة تحقيق الشخصية. القانون ربط ان ما دي اللي هتعرف نبيل الديب او غيره ده معاق او غير معاق. وربطت كل الالتزامات والمميزات اللي يحصل عليها المعاق بان بيستحوذ وتكون صدرت له هذه البطاقة. هذه البطاقة النهاردة متوقفة ولم تصدر بعد نتيجة تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي، بمعطلة مصالح 16 مليون مواطن مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة يا استاذ محمد. لا. أنا بستغل الفرصة من خلال برنامجك الكريم وبالناشد تدخل السيد رئيس الجمهورية عند وزيرة التضامن وبقية الوزارات المعنية زي وزارة المالية بسرعة إصدار البطاقة الموحدة لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن دي مرتبطة بمعاشات متوقفة الأسر ما عندهاش مصادر دخل.
طب البطاقة دي هتبقى بديل عن البطاقة الرقم القومي يا استاذ نبيل؟ لا، هتبقى قرينة لها. ده بطاقة تعريف ان انا نبيل الديب على سبيل المثال معاق من هذه الفئة. بيطلع بيعمل معاش معاقين، يبقى بياناته كاملة، داتا بياناته كاملة على شبكة على مستوى الجمهورية في وزارة التضامن. ده تبقى زي الفيزا كده وزي البطاقة الرقم القومي، ولكن ليست بديلة عنها حضرتك. تمام، يعني دي متاخد بها قرار من السيد الرئيس بس التقاعس جاي. ده مش قرار يا فندم. دي منصوص عليها في القانون 10 لسنة 2018. القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة اللي صدر بتوجيهات السيد الرئيس، كان في هناك سرعة في إصداره. لأن حقوق الناس دي على مدار 40 سنة فاتوا، هذه الفئة اللي وصلت لسدس الشعب المصري تقريبا مهدرة 16 مهدرة ومتجاهلة من جميع الحكومات اللي مرت خلال 40 سنة اللي فاتوا. تمام. كانت مبادرة طيبة من السيد الرئيس، إلا إن الجهات التنفيذية حتى هذه اللحظة معطلة مصالح الناس دي. يعني لك أن تتخيل حضرتك والسادة المشاهدين إن آلاف قد تصل إلى حد المليون والأكثر معاشاتهم متوقفة، لأنه بيقول له مش هنصرف لك المعاش. والمعاش يا حضرتك ده مبلغ غايب لا يتجاوز 400 جنيه. تمام. تخيل واحد معاق وكل مصدر دخله 400 جنيه. تمام. ده كلام طبعا كلام مش منطقي ومتوقف كمان نتيجة توقف هذه البطاقة. طب احنا بنرفع صوت حضرتك، طبعا هنشكر حضرتك كل سنة وانت طيب، احنا بنرفع صوت حضرتك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال البرنامج، والسادة المتابعين وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، احنا هنتابع الموضوع ده للمعوقين، وده اقل حاجة نقدر نقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا بنشكر حضرتك يا استاذ نبيل على المداخلة الجميلة، وكل سنة وحضرتك طيب. الحقيقة الموضوع ده موضوع كبير جدا، لازم احنا مش هينفع ان احنا ناخده كده سريعا، ان شاء الله يبقى لنا في حلقة خاصة عن الموضوع ده، يبقى الاستاذ نبيل موجود معانا ونستضيف حد من وزارة الشؤون الاجتماعية ونشوف القرار اللي خده السيد الرئيس ده مش مفعل ليه. احنا دلوقتي معانا هنكلم او في الدكتور أسامة يوسف رئيس جمعية الإعلاميين الوطنيين. طب قبليه هنكلم سيادة اللواء بقى حسن. مساء الخير يا سيادة اللواء. اهلا، ازيك يا محمد بيه؟ ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك. السيد اللواء بقى حسن مساعد اول وزير الداخليه سابقا ورئيس مجلس اداره جمعيه النسر الذهبي لبناء واسكان الشرطه. اولا انا حابب اقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، وانا عارف انت كنت عايز تقول للشعب المصري كل سنه وانتم طيبين. ونعرف جمعيه النسر الذهبي افادت ابناء الشرطه، وهل في ناس مدنيين يقدروا يتعاملوا معاها ولا لا؟ اتفضل يا فندم. والله يا جماعه الاسكان دي مخصصه بالسنه ضباط الشرطه، و 5% بتقبل من المدنيين او الاخرين ممكن الانضمام لهم اللي بيأدوا اعمال كويسه للجمعيه. صح، مستشارين في مجال البناء والاسكان سواء في التصميمات المعماريه والانشاء او الحاجات الاخرى اللي مرتبطه بعملات الاسكان. تمام. هل في افاده بالنسبه للمدنيين من الجمعيه يا بهاء بيه؟ بناخد في حدود 5% وفقا لاحكام القانون واللائحه قانون الاسكان التعاوني. وال 5% دول بيعاملوا زي ابناء الشرطه ولا بيبقى اسعار اعلى ولا ايه؟ بالظبط. لا بالظبط. نفس يتساووا معاهم في الحقوق والواجبات. طب انا احنا بنشكر حضرتك على المداخله الجميله دي، وانا عارف ان انت كنت عايز تقول للشعب المصري كل سنه وانتم طيبين. انا بوجه للشعب المصري كله كل سنه وانتم طيبين. طيب. عن كده، والاستاذ اللي هو هيقولها لكم بنفسه يعني. بنشكر السيادة اللي هو بقى حسن، وان شاء الله يبقى لينا معاه لقاء على الهواء داخل الاستوديو. كل سنه وحضراتكم طيبين. جمعية الإعلاميين الوطنيين جمعية مشهرة منذ سنة 2013، وهي بتختص بجميع المجالات، ولكن فيها مجال مهم جدا اللي هو مجال الخدمات العلمية. احنا كنا عايزين نتواصل مع الدكتور أسامة يوسف عشان برضو كان حابب يقول كل سنة وانتم طيبين الشعب المصري، وان شاء الله برضو هيبقى لينا معاه
لقاء في هذا الموضوع. في موضوع مهم جدا جالنا دلوقتي، مستشفى عين شمس العام. مستشفى عين شمس العام للأسف الشديد مليان إهمال. السيد وزير الصحة أو وزيرة الصحة، إحنا هيبقى لنا تواصل مع حضرتك بعد العيد، لأن المستشفى فيها إهمال غير عادي. بدأ يلاحظوا كمان، مش إحنا ده، حتى الفرد أو المواطن المصري البسيط اللي داخل مستشفى عين شمس عشان يتعالج. المستشفى كانت في الدور كان فيه في الدور الرابع رعاية مركزة، قوتها حوالي من 15 ل 17 سرير. نقلوا الرعاية المركزة للدور الخامس عشان هم بيعلقوا شمعاتهم على ان هم بيطوروا. طبعا متشكرين التطوير. لما نزلوا الدور الخامس اصبح في 7 سراير رعاية بس، وبقية السراير اللي كانت موجودة في الدور الرابع مرمية في الطرقات بدون بإهمال شديد يعني. ده غير التعامل مع المرضى. شوفوا احنا كنا بنقول ايه على التعامل داخل مستشفى 57، العكس تماما بالنسبة لمستشفى عين شمس العام. دكتور محمد عبد العزيز مدير المستشفى، احنا نتواصل معاك ونتواصل مع وزارة الصحة عشان نقدر ان احنا حتى نحاول يبقى فيه علاج ادمي او معاملة ادمية داخل مستشفى عين شمس. معنا على التليفون الدكتور أسامة يوسف، رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين الوطنيين. هذا الرجل دمس الخلق وراجل معطاء. أنا مش هتكلم عنه كتير، هو حابب يقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين. دكتور أسامة مساء الخير. أنا مساء الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب، وعيد سعيد عليك وعلى الجمعية وعلى مصر كلها يا فندم. وحضرتك بخير يا فندم وعلى السادة الضيوف كلهم. الحقيقة حضرتك عامل نشاط غير عادي بالنسبة لجمعية الإعلاميين الوطنيين، وأنا كنت حابب أن أنا ألقي الضوء على النشاط ده للشعب المصري. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك بقى، أنت يعني تقول لنا الجمعية وإيه الجديد وإيه اللي جاي. حضرتك أهل هذا الموضوع، اتفضل يا فندم. والله الجديد ان شاء الله العيد، يعني كنا عاملين استعدادات للعيد. كل عام وحضراتكم بخير. بعض اللي هو الهدايا للاطفال اللي بتفرحهم في خلال العيد بعد الصلاه، المواضيع التقليديه يعني. بس ان شاء الله في عندنا بروتوكول تعاون مع نيو بريس ميديا، عاملين فعاليه جميله قوي، هنعلن عن ميعادها ان شاء الله، وحضراتكم هتبقوا عارفين الميعاد قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. احنا كنا عايزين برضو حضرتك، انا اتكلمت في بدايه الحلقه عن مستشفى 57 للسرطان، وانا عارف ان حضرتك في المواضيع دي ما بتستناش، لان انا حضرت معاك اكتر من فعاليه، ناس كتير كانت بتستفيد من يعني، ناس اهل خير كانوا من ورا حضرتك بيدوا الناس كتير غلابه يعني. احنا عايزين نعمل مبادره بعد العيد ان شاء الله لمستشفى 57 للسرطان، لان احنا كجمعيه اعلاميين المفترض نكون اول ناس في دار الناس دي. فايه راي حضرتك؟ يا فندم انا ارحب بالمبادره، وعلى اتم استعداد حتى نساعد معاهم في حالات كتير، واحنا انت عارف الجمعيه عندنا هنا بتساعد بعض الحالات اللي وفي حالات ممكن نوجهها ليهم يعني، ويبقى عن طريق بطرق بروتوكول تعاون مع بعضينا ان شاء الله. واحنا من خلال البرنامج برضه انا بحب اقول لحضرتك ولكل الجمعيات، اي حد عنده تعثر في دخول مستشفى 57 يلجأ لنا. دكتور اسامه تقول للناس ايه قبل العيد؟ أقول للناس كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وعيد أضحى مبارك علينا وعلى المسلمين أجمعين يا رب، وإن شاء الله السنة الجاية كده كل واحد يكون حقق كل ما يتمنى. كل سنة وحضرتك طيب، وأنا سعدت بمداخلتك في أول حلقة ليا، بس إن شاء الله على وعد إن احنا نبقى مع بعض على الهوا بعد المبادرات الجميلة اللي حضرتك بتعملها. وكل سنة وحضرتك طيب، وكل العاملين والمنضمين لجمعية الإعلاميين الوطنيين طيبين. مشاهدينا الكرام، احنا ده كان بعض الحاجات اللي احنا حاولنا ان احنا نتواصل فيها مع حضراتكم في البرنامج. البرنامج النهارده كان مجرد تعارف. البرنامج بتاعنا بيشمل اكتر من محور، بنساعد الناس اللي مش قادره توصل للمسؤولين. ده هدفنا. هدفنا ان احنا نعلي الكلمه داخل مصر بمصداقيه وبشفافيه. هيبقى معانا زي ما قلت لحضراتكم من الحلقات اللي جايه أطباء متخصصين في بعض الأمراض،
اطباء في الاعشاب، لان انا عارف في ناس بتحب موضوع الاعشاب، في خبراء تجميل عشان السيدات اللي هيتواصلوا معانا في البرنامج اذا كان في مشاكل عندهم شعر، مشاكل في حاجات كده انا ما اعرفهاش. طبعا حضراتكم هتبقوا متواصلين مع خبير التجميل معانا. انا بشكر اعلام المصريين، بشكر الاستاذ محمود العوامري، الاستاذه صافي يحيى، بشكر كل العاملين في قناه الصحه والجمال، شباب جميل ربنا يوفقهم ويعلو الاعلام المصري. بشكركم كلكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ارقامنا هتنزل على الشاشه، تواصلوا معانا وهنبدا سهراتنا معاكم من الجمعه الجايه. كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير.